اهلا بيكي، انا رانيا ابو رابيا ومن ليدرشيب اكسبرت. وفي الفيديو ده عايزه اكلمك عن صوت الانر كريتيك. عارفه كل مره تيجي تعملي حاجه جديده عليكي ومش مالوفه وبره الكومفورت زون بتاعك، مش بيظهر لك صوت صغير جوه مخك يبتدي يقول لك حاجات زي مش وقت الحاجه دي خالص دلوقتي، او انا لسه محتاجه ادرس حاجات كتير قوي علشان اعرف اعمل الحاجه دي؟ خبرتي تيجي ايه جنب خبره كل الناس اللي بتشتغل في المجال ده من زمان؟ لو كانت الفكره دي ناجحه اكيد كان حد فكر فيها قبل كده. على فكره انا وصلت لغايه هنا بس عشان ربنا ساترها معايا، ولا هعرف اعمل حاجه كان غيري اشطر. انا مش قد الخطوه دي خالص. هو انا ناقصه؟ هنظم وقتي ازاي؟ بس اول ما اخس العشرة كيلو دول هعرف اعمل كل اللي انا عايزاه. كلنا عندنا الصوت ده جوانا على فكرة، وهو صوت الانر كريتيك او الناقد الداخلي، وهو في الاصل صوت ربنا خلقه جوانا عشان يحمينا من ان احنا نأذي نفسنا او ان احنا نتهور تهور تام. ومع الوقت بيعلى صوته فوق صوت المغامرة عندنا وبيخلينا متكتفين جوا الكومفورت زون بتاعنا. يا ترى ايه الخطوة الجديدة اللي نفسك تعمليها ومش عارفة؟ ايه التحدي اللي نفسك تتخطيه وخايفة من الفشل؟ تخيلي لو كان عندك آلية تحطي بيها الصوت ده في حجمه الحقيقي بحيث ان هو يحميكي وما يعلاش كل مرة فوق صوت حماسك وشجاعتك وتحديكي لنفسك وتحقيق احلامك. يا ترى كنتي عملتي ايه دلوقتي؟ ايه الخطوة الكبيرة في حياتك اللي كنتي اخدتيها؟ ايه الافكار اللي كنتي نشرتيها؟ ايه المواهب اللي كنتي استغلتيها؟ عشان كده من اول الحاجات اللي بنتعلمها في برنامج بلاي بيك ان احنا نتعرف على مصدر الناقد الداخلي ده جوانا وازاي نتعامل معاه بحيث ان هو يحمينا وما يوقفناش.